أصحاب الدواجن في العراق وصلوا إلى مرحلة توزيع البيض مجاناً بسبب عدم تمكنهم من منافسة المستورد، ونشطاء يتساءلون إلى متى سنبقى الضحية بالقطاعات الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية؟ هل من أجل خدمة عدم حماية المنتوج المستورد الوطني؟ وهذه من أهم الأسباب التي أدت إلى استشراء البطالة في العراق. أصحاب الدواجن والفحول يوزعون البيض ببلاش على الناس، والسبب شنو؟ سبب البيض المستورد. قاعد يجي البيض الكرتون ب10 دولار، هي كلفتنا على الشركة 30 دولار. نعم، بعد ما يمشي يشترون ابو العشرة ابو 30. بس انت وزعت ببلاش، ما راح مجانا اخسر. وانا خسران. وزع ببلاش يا حمودي، قصرت يلا خلي سليم يحول قلوبنا. على اسف الشركات خسرت ملايين الدولارات، عمال بالالاف يعني مهددين اليوم بالبطاله من وراء البيض المستورد. الشركات العراقيه، الشركات العامه والخاصه خسرت كلها، الشركات راح تنهار. انا اليوم وزع ببلاش، راح بلاش.